قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقال علي بن الجعد: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. إنكم حتى يعذروا، صح؟ خطأ، الأصل سنن أبي داود: حتى يعذروا من أنفسهم، بمعنى أنهم يقعون في الذنوب والمعاصي، فإذا أهلكهم الله ما بقي لهم عذر. لأنه ترى أن بعض الناس يأتي وإذا نظر إلى بعض المجتمعات وما فيها من الذنوب والمعاصي والإغراق، أو لا يحتاجون أن يرسل الله عليهم صاعقة. فعلى كل أن الناس لن يهلكوا إلا إذا وقعوا فيما حرم الله جل وعلا، أما أهل الطاعة فهم أهل النجاة، وكذلك ننجي المؤمنين، فالله جل وعلا ينجيهم. فمن لزم الطاعة نجاه ربه تبارك وتعالى، ومن وقع في المعصية فهو يسعى في هلاك نفسه وفي إهلاكها. قال الله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. بغيك يعود إليك، المعصية ضررها تعود عليك، أما الطاعة فهي نفع، فهي خير، ولن نضر الله شيئا. طاعتنا لن تزد في ملك الله، ومعاصينا لن تنقص من ملك الله شيئا، وإنما كما قال الله عز وجل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تلوم إلا نفسك، أما غيرك فلا، ولم نفسك ولا تلوم المطايا. اللوم يكون لنفسك، ومت كمدا فليس لك اعتذار. هذا الحديث في سنن أبي داود عن أبي البختري قال: أخبرني من سمع النبي. وإبهام الصحابي لا يضر، لا يقال جهالة، ما ليسوا مجاهيل، يقال مبهم، أي أنه لم يسم. إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل العدالة، كلهم عدول. قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقال سليمان أي ابن حرب قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. نعم، هكذا مضبوط وهو الصحيح، حتى يعذروا من أنفسهم. وقد أورده الإمام أبو داود في الأمر والنهي، في باب الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى هنا بارك الله فيك.